ماذا منع الملك الصيد فينا؟ رفضاً للظلم والكذب والفساد، وتكريساً للقيم الإنسانية النبيلة وإيصالها بطريقة صحيحة بعيداً عن التلقين، انطلقت مسرحية سفينة الفرح من إخراج محمد سالم على خشبة مسرح القباني بدمشق. طفل كالصفحة البيضاء، يعني الطفل أي معلومة بتعطيها سواء كانت سلبية أو كانت إيجابية فالطفل يتقبلها وتتكرس في ذهنه، ولذلك نلجأ دائما للناس المختصة بهذا المجال حتى بالآخر نطلع بعرض جميل متكامل قدر الإمكان. ونحن ما نستغبي طفلنا، طفلنا ذكي جدا 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 فوق ما نتصور. أحد الفلاسفة قال الطفل فيلسوف كونه يتساءل. الأولاد أحيانا بيحكوا الصدق بس إجباري بدهم إياك خدوا هذا العقاب البسيط، ما فينا نقول عنه عقاب قد ما أنه درس، بس ما هيك لازم يتعلموا أنه حتى لو أنا عامل غلط وبدي أتعاقب عليه بس ما لازم كذب، لازم أحكي الصراحة اللي صايرة معي مشان أهلنا يوثقوا فينا أكثر. المسرحية طرحت مواضيع مقتبسة من الواقع المعاش وسلطت الضوء بشكل مباشر على أهمية العلم والتعليم، وناقشت مواضيع متعلقة بالكذب والفساد الموجود بالمجتمع وكيفية معالجته من خلال التركيز على الشباب وأفكاره الخلاقة الجديدة. طفل بطبيعته يعني هو عنده نشاط كتير جميل، وبالمقابل بيلفت انتباهه يعني الحركة كتير بالنسبة للمسرح، كذلك الأمر يعني تفاعله يعني بالنسبة للحدوتة بالنسبة للسؤال التساؤل، يعني هذا التفاعل كتير 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 حلو، وهو بينبسط يعني لأنه ما بيكون هو مثلا قاعد قدام شاشة وإنما المسرح بشكله الحي يعني المباشر بينه وبين الممثلين. مسرح الأطفال هو صعب جدا جدا جدا، هي انت ترسمي البسمه على وش الطفل هذا شيء ما انه بالسهل يعني، والحمد لله يعني انه تراكم الخبره تراكم التجارب عنا صرنا نعرف امتى الطفل بيضحك وامتى الطفل بيبتسم وامتى نوصل له المعلومه الصح. فكره ومغزى المسرحيه لاقوا صدى وقبول عند الاطفال واسرهم يلي حضروا العرض وتفاعلوا من بداية المسرحية لنهايتها. حبيتها كلياتها. علمونا أنه نصدق ولا نختار بالمظاهر اللي نشوفها، وكمان ما نكذب على بعض ونغلي الأسعار. هي كان فيها عبرة وفكرة، الفكرة هي أنه هن أمينين، فيها أمان وفيها صدق، وحتى اشتركوا كل أهل القرية اشتراكة مشان يحسنوا وضع القرية. واحد لازم ما يكذب ويجد ويعمل. النصوص الموجهة للأطفال تقدم بشكل مستساغ وسلس يصل لعقل الطفل يلي بتترسخ بذاكرته هالمفاهيم وبيطبقها عملياً بحياته وتعامله مع الآخرين.